وكله بيتكلم على الإرجاء والتأجيل والكلام كله النهاردة، واهتمام الإعلام كله النهاردة كان وامبارح كان ببيان اللجنة الأولمبية وتراجع اللهجة، يعني تراجع حدة اللهجة. كان توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية دايما بيتكلم على إن لا مفيش تأجيل، هيكون في خسائر، الكلام ده قبل امبارح. لا مفيش تأجيل، مفيش أي كلام عن التأجيل، هيكون في خسائر كبيرة. امبارح طلع البيان إن لا خلاص هنبحث وهنحدد خلال شهر مصير أولمبياد طوكيو. طبعا مع تصاعد الضغط وتصاعد الحدة ما بين من الدول الكبرى في الألعاب الأولمبية، إن ما ينفعش في التوقيت الحالي إن احنا نفكر في أولمبياد للعديد من الأسباب. السبب الأول إن في ألعاب لسه ما تمش حسمها أو ما تمش حسم التأهل ليها، دي نقطة. النقطة الثانية كل الناس اللي أنت بتتكلم عنهم، الأبطال الأولمبيين اللي أنت بتتكلم عنهم قاعدين في بيوتهم دلوقتي. عشان تنظم أولمبياد قوية لابد إن يكون في مشروع، يعني البطل الأولمبي ده علشان يشارك، علشان يحقق أرقام، علشان ينافس في مسابقة بحجم الأولمبياد، لابد إن يكون بشكل يومي في برنامج مكثف، خاصة إن خلاص الوقت قرب. لو إحنا بنتكلم عن الأولمبياد لسه كمان شهرين أو ثلاث شهور، الوقت قرب. أربع شهور بالظبط. أربع شهور بالظبط، يعني الوقت قرب. دلوقتي هو الفول باور بتاع كل بطل اللي هو بيحاول يوصل لأعلى معدل ليه. ففي الوقت اللي كل بطل بيحاول يوصل لأعلى معدل ليه قاعد في البيت. فلما تكلمني تقول الخسائر، طب ما هو أنت هتنظم بطولة أصلا شكلها إزاي؟ يعني لما كل الأبطال دول قاعدين في بيوتهم بدون أي إعداد وكمان في مخاوف. يعني انت تكون حاجه مهمه جدا حتى لو انت استعديت كويس، اهم حاجه وانت بتمارس اي لعبه انك تكون امن على حياتك. مزبوط. امن على صحتك. وعشان كده حتى النهارده في ثلاث دول اللجان الاولمبيه عندهم اعلنت ان هي حتى بعد تاهل حتى لاعبيها خلاص هم مش هيروحوا اصلا اليابان ويشاركوا في الاولمبياد، عن استراليا، كندا، النرويج. ما هو ده الحاجات دي تسببت في الضغط الشديد على اللجنه الاولمبيه الدوليه وكمان على طوكيو. طوكيو متفق ان في خسائر بالمليارات، 10 مليار قدروا الخسائر مبدئيا، يعني اعتقد من 6، يعني الرينج بيبدا من 6 ل 10، لسه برضو ما تقدرش تحسمها قوي. يعني الفكره كلها في ان حياه الانسان، ان في اقتصاد دول دلوقتي واقف علشان الحفاظ على حياه الانسان. فمش هنتكلم في 6 7 مليار بالنسبه لاي لطوكيو علشان نضحي بابطال. انت بتتكلم في انك هتضحي بابطال كمان، يعني مظبوط الناس انت بتعدها من وهي صغيره علشان توصل تتاهل للاولمبياد. طبعا حياه الانسان كلها سواء بطل او انسان عادي حياه مهمه، بس بتتكلم في ازاي بتفكر انك تفضل بتستعد للاولمبياد في ظل الاجواء اللي احنا فيها دي. كان صعب، وهو ده اللي كان اهتمام واللي كان سيد اهتمام العالم. وهتلاقي بكره كل صفحات الجرايد سواء هنا في مصر او في العالم كله. انا متوقع خلال الحلقه واحنا شغالين، يعني طبعا توماس باخ قال في خلال ثلاث اسابيع هنراقب الوضع. لا اربع اسابيع يعني انا اعتقد خلال ساعات ممكن تلاقي في قرار رسمي بتاجيل اللجنه الاولمبياد، لا لا الدوره الاولمبيه. هو مش خلال ساعات عشان ياجل، فلابد ان هو يوصل لاجنده معينه، اجنده في بعض البطولات العالميه سواء في العاب القوه او في بطولات تانية. هو طبعا الاتحاد العالمي لالعاب القوه اعلن امكانيه او عنده مرونه في ان هو عنده في بطوله في 2021 ان هو ممكن ياجلها، علشان لو دي هتساعد في تاجيل الاولمبياد كله هيأجل. فعشان ما انا بقول لك لازم يرتب الاجنده بتاعته ثم يطلع بالتاجيل، مش هيطلع يقول لك انا هاجل. لازم كل ما يترتب على الغاء الاولمبياد لازم يرتب له الاول. فعشان كده الراجل ادى نفسه او اللجنه الاولمبياد ادت نفسها مهله شهر دي بحث ودراسه، يشوف ايه اللي هيتاجل، عايز ياجله، هيتاجل امتى، هيتأجل